نعطي الشعور بالذنب، فينا نستعمل الشعور بالذنب كمحفز ليصير إيجابي. يعني نحن وقت نشعر بالذنب، وقت نشعر بأي شعور غضب أو حزن، ممكن يكون هذا الشيء يؤدي إلى ردود أفعال نفسية إيجابية وسلبية. السلبية هي الشعور بالقلق، الإجهاد، الشعور أنه نحن يكون عندنا اضطراب ما بعد الصدمة. ولكن من الناحية الثانية نحن فينا نستغل هيدول القصص تكون محفز للقصص الإيجابية عن طريق القيام بالتوعية مثلا. نحن كثير طبعا التعبير على السوشيال ميديا، انك تحكي، ما هو بالنهايه الحكي بيريح. كرمال هيك نحن لازم نحكي ولازم نستعملهم بطريقه ايجابيه، نوعي، ننشر التوعيه حوالين حتى التدخل النفسي. ممكن نكون نشر المناصره للاشخاص اللي نحن عم نشوف انه هن بحاجه لهيدي المناصره، نقدم المساعدات اذا كنا قادرين عن طريق الجمعيات الانسانيه، المساعدات الماديه. كمان كثير بيريح هو الصلاه والدعاء. نحن كثير بنطلب من الاشخاص يلي بيقولوا لك انا ما عم بقدر اعمل شيء، ما عم بقدر اقدم ولا خدمه، سو فينا نقول لهم فيكم تصلوا او فيكم تدعوا لهيدا هدول الاشخاص، هيدا الشيء بيساعدكم تنكون حتى انتم ترتاحوا جوا، انه على القليله قدمتوا نوع من المساعده. صحيح. يلي حتساعدنا نحن من الناحيه النفسيه وحتساعد الاشخاس بالمقابل يلي هن عم بيعانوا من هيدي الصدمه او من هيدي الازمه.